جود مورنينج، صباح. صباح الخير. سأتكلم بارتجال. كما تعرفون أيها الأصدقاء، كما تعرفون الأزمة السورية دخلت عامها الرابع. في أقسى أنواع المأساة الإنسانية في هذا القرن، ونوع من أسوأ أنواع الكوميديا السوداء التي يمارسها بشار الأسد ضد أبناء شعبنا. لن نتكلم كثيرا، فتعرفون أن هناك في سوريا 10 ملايين مهجر ونازح بين داخل وخارج سوريا، وهناك 200,000 شهيد، وهناك الآلاف من الجرحى والمعوقين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. الأزمة أصبحت أكبر من قدراتنا نحن السوريين. السوريين خرجوا ليطالبوا بالحرية وليطالبوا بالكرامة، هذه الكرامة التي سلبت منهم منذ أكثر من 4 عقود من خلال حكم عائلة آل الأسد التي حكمت سوريا بالنار والحديد وحرمتنا من كل حقوقنا السياسية والاجتماعية. حكم شبيه بكوريا الشمالية، كما ورث الأسد الأب بشار نفس الشيء في كوريا الشمالية. هم هذين الدولتين هما الوحيدتين الآن في هذا القرن الذين يمارسون أبشع أنواع الدكتاتورية ضد أبناء شعبهم. بالله عليكم، هل سمعتم أن أحد يضرب أبناء شعبه بالطائرات على مدى 3 سنوات، أو بالصواريخ سكود، أو بالكيماوي، أو بالتعذيب في أقبية السجون؟ كل ممارسات العنف والذل وإهدار الكرامة كلها مورست علينا في سوريا. أنا وكثير من زملائي عشنا كل عمرنا في سوريا، لم نخرج إلا بعد الثورة بسبب الطغيان الأسدي وبسبب ملاحقتنا. خرجنا وبقي الكثير من أصدقاء وأعزاء، بعضهم قتل وبعضهم سجن وبعضهم لا يزال موجود رغم كل الظروف المأساوية السيئة. الكارثة إنسانية كبيرة والكارثة سياسية كبيرة، يجب أن تتضافر الجهود لإنقاذ شعب سوريا من هذا المسلسل الدموي الذي لا يزال إلى الآن ويزداد كل يوم. نحن نتطلع إلى هذه الزيارة، زيارتي الأولى لواشنطن،
نتطلع إلى الرأي العام الأمريكي أن يفهم قضيتنا جيدا. هناك فهم مغلوط لدى الرأي العام، ممكن يكون هناك تقصير من ناحيتنا. دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، على مدى آلاف السنين عاش فيها المسيحيين والمسلمين، واليهود، وعاش فيها العرب والأكراد والتركمان وكل القوميات التي أتت من خارج بلادنا كالأرمن والشركس، عاشوا في بلادنا، عشنا سنة وعلويين ودروز وإسماعيليين ومن كل المذاهب والإثنيات على مدى مئات السنين، لم نشعر بفرقة. أنا من مدينة اسمها القامشلي، فيها العرب والأكراد، وفيها الشركس، وفيها الآشوريين السريان، وفيها المسيحيين من كل طوائفهم، من الكاثوليك إلى الأرثوذكس إلى البروتستانت. أنا درست في مدرسة بروتستانتية في القامشلي، وعشنا مسيحيين ومسلمين عربا وأكراد مع بعض، متحابين، لا بيننا فرق، عشنا مع بعض، أكلنا مع بعض، سافرنا مع بعض، لكن النظام هو بأساليبه القمعية، أول من هجر المسيحيين من مدينة القامشلي هو النظام بسبب أساليبه القمعية، وبسبب كان يتدخل في قوت الناس وصادر ممتلكاتهم، وأظهر قانون للاستيلاء على الأراضي وأمم المصانع. هاجر المسيحيين إلى بيروت ثم إلى كندا وإلى السويد وإلى الولايات المتحدة. بشار الذي يتكلم أنه حامل أقليات هو مدعي في هذا الكلام. الأقليات كانوا قبل بشار وسيبقون بعد بشار، وعلى على مدى مئات السنين كانت دمشق هي حاضنة لجميع الناس ولجميع البشر من كل العالم. القول الآن أن المعارضة هي مجموعة كما يدعي بشار الأسد، مجموعة من المرتزقة والإرهابيين، هل تصدقون؟ هل نحن إرهابيين؟ الإرهابي وقاتل الأطفال والذي يضرب شعبه بالكيماوي وبالسكود وبكل أنواع الأسلحة الفتاكة والغير فتاكة هو بشار وعصابته الحاكمة والمغتصبة للحكم في دمشق. نحن أيها الأصدقاء لسنا إرهابيين ولسنا مرتزقة، نحن سوريين خرجنا من صميم هذا الشعب الإرهاب، صدروا هذا النظام، والأمريكيين يعرفون جيدا عندما كانوا في العراق كان بشار الأسد يرسل القاعدة لتفخخ جنود الأمريكان في شوارع بغداد. القاعدة الآن موجودة في سوريا، أخرجها النظام من السجون لتعيث في الأرض فسادا. تنظيم دولة العراق والشام، داعش التي هي أسوأ أنواع القاعدة. نحن
من قاتلناها. بشار إلى اليوم فيه تعاون وثيق، هناك تعاون وثيق بينه وبينها. حاربناهم منذ شهر ديسمبر الماضي إلى اليوم، وحررنا حماه وإدلب وجزء كبير من حلب والساحل السوري ودير الزور من هذا التنظيم الإرهابي السيء، ولا نزال حتى هذه اللحظة إخواننا في دير الزور اليوم يخوضون أشرس المعارك ضد هذا التنظيم. هناك تنظيم إرهابي آخر عاث في سوريا فسادا، يقتل السوريين بشكل يومي وبشكل حاقد وبشكل طائفي. الحزب الإرهابي هو حزب الله المنتحل صفة لبناني بمشغليه الإيرانيين وبمتطرفين عراقيين يقتلون أبناء شعبنا في دمشق وحمص وباقي مناطق سوريا العزيزة. نحن بين إرهابين، نعيش في ظروف صعبة ونقاتل في ظروف أصعب في شحف السلاح، بينما الأسد ترسل له روسيا الطائرات والصواريخ وبمساعدة من الحرس الثوري الإيراني ومرتزقة إيرانيين آخرين، وهناك جسر جوي بينه وبين إيران عبر العراق وعبر مطار بيروت وعبر البحر. نحن الآن نريد الحل السياسي، وذهبنا إلى جنيف بروح إيجابية وبشهادة الجميع، وكان قرارا صعبا ولكنه قرارا شجاعا. اتخذنا هذا القرار لمصلحة وطنية سورية بحتة وذهبنا، ولكن بشهادة الأخضر الإبراهيمي الوسيط الدولي كان نظام بشار هو من أفشل هذه العملية السياسية. الآن نحن دائما وسنبقى مع الحل السياسي الذي يحفظ سوريا ويحفظ وحدة أرضها وترابها. الحل السياسي الذي نؤمن به هو سوريا مدنية، وأشدد على كلمة مدنية، وتعددية، تداولية، فيها أغلبية وأقلية، تعيش فيها الأغلبية وتعيش فيها الأكثرية مع الأقليات جميعا بكل مكونات السوريين. نحن سنحاول دائما على الحل السياسي، ولكن فشلت جنيف ونحن هنا في واشنطن لنناقش أصدقائنا في كيفية إنعاش الحل السياسي. إنعاش الحل السياسي لن يكون بترشيح هذا المجرم بشار الأسد مرة أخرى بعد 3 سنوات من قتله للسوريين ودمر البشر والحجر، ويريد أن يترشح على أنقاض وجماجم السوريين والسوريات، ونقول إنها مهزلة. نعم مهزلة، ولكن الترجمة الفعلية هي مزيد من رخصة دولية وإقليمية لبشار الأسد ليقتل ويمعن في قتل السوريين سنوات وشهور. يجب أن يكون هناك موقف حازم
ورادع. ضد هذا السفاح المجنون. أيضا تعلمون جيدا عندما ضرب أبناء شعبنا بالكيماوي في ريف دمشق، عندما رفع الرئيس أوباما العصا الغليظة أمام هذا النظام وكان معه حلفائه الغربيين وخاصة الفرنسيين، سلم النظام سلاحه الكيماوي. إذن هذا النظام لا يعرف إلا لغة القوة. يجب وعلينا جميعا أن تتضافر جهودنا. نريد أن نبني دولة. الآن في المناطق المحررة الحالة كارثية، نحن نحاول من خلال أذرعتنا الاقتصادية، من خلال ACU، من خلال الحكومة المؤقتة في ظل ظروف صعبة ومأساوية، أن نعمل في هذه المناطق رغم الإرهاب الموجود. نحن الآن، أنا قبل أشهر لم أستطع أن أدخل إلى سوريا بعد حربنا إلى داعش وخلاصنا من هذه الجرثومة ومن هذا السرطان. أنا ذهبت في هذا الشهر مرتين إلى سوريا، ذهبت إلى الساحل وذهبت إلى معرة النعمان وإدلب. نريد أن نبني في هذه المناطق المحررة ونعمل، لكن طيران الأسد، براميله الحارقة التي تضرب أبناء شعبنا في قرانا وبلداتنا ومدننا بشكل يومي، هي من لا تجعلنا نتقدم في هذا المجال. إذن يجب أن يكون هناك سلاح لننتهي من هذه، من هذا الكابوس اليوم الذي اسمه البراميل الحارقة. أيها السيدات والسادة، براميل حارقة في كل يوم تنهمر على مباني سكنية آمنة وعلى مدنيين. ثم هناك جيل كامل من السوريين، هناك صعوبات في التعليم، يجب أن ننهي هذه المأساة لنعلم أبناءنا، لأنه إذا استمر عدم تعليمهم سنة أو سنتين ستفلت الأمور من يدينا، وسيكون هناك جيل غير متعلم، جيل جاهل، جيل لا يعرف غير لغة السلاح والقوة. نحن لا نريد هذا. إذن المسألة يجب أن تتغير ميزان القوة على الأرض ليفتح المجال أمام حل سياسي حقيقي في سوريا. ثم أنا ذهبت إلى كسب، إلى الساحل. طبعا كسب كما تعلمون هي ذات أغلبية أرمنية من إخواننا الأرمن، قيل أنهم تعرضوا لمذابح ولقتل. ذهبت أنا وزرت المدينة، لم يقتل ولا أرمني واحد أبدا. هذه أضاليل وأكاذيب. نحن مسؤولين عن حماية الناس، لكن هذه معركة مفتوحة. انظروا إلى نظام بشار ماذا يعمل، ماذا يعمل بحق السوريين وغير السوريين. إذا أردنا إنهاء هذه المأساة يجب علينا جميعا أن نكون صوتنا واحدا ضد ترشيح هذا المجرم ليفتح المجال أمام حل سياسي لا يكون فيها بشار. سوريا ليست ملكا له وليست ملكا لنا، سوريا ملك لكل السوريين.
قلنا هيئة حاكمة انتقالية تحفظ البلاد وتدير شؤونها لمدة عام ونصف أو عامين، تشرف على الانتخابات. وصدقوني أيها السيدات والسادة، بمجرد خلاصنا من نظام الأسد 75% من مشاكل سوريا تنتهي. أشكر لكم حضوركم، أشكر لكم استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا شكرا جزيلا سيدي لكلمتك، وأنت قدمت نفسك والائتلاف والشعب السوري لكل الموجودين هنا وفي أمريكا، ويسرنا أن تكون قد تمكنت من ذلك. أنت أشرت إلى الكثير من المشاكل التي تواجه المعارضة السورية في كلمتك، ونحن كل يوم والشعب الأمريكي كذلك كل يوم والعالم يقرأ الصحف، ونعتقد ونرى أن النظام استعاد بعض الزخم اليوم. السؤال هو، هل أن النظام بدأ يفوز الآن؟ وما الذي يمكن للمعارضة أن تفعل لتغير هذا الاتجاه وتضع حدا لهذا الزخم إن كان موجودا؟ اتفاق حمص الذي أدى إلى انسحاب المقاتلين من حمص هو أيضا ما رأيناه في وسائل الإعلام. ما الذي يمكن أن تقول حول خطة المعارضة في المستقبل القريب؟ سيداتي سادتي، بالنسبة لحمص لها رمزية كبيرة في الثورة السورية، تعتبر عاصمة الثورة. أهل حمص قدموا أعز ما يملكون في سبيل دفع فاتورة هذه الحرية. حمص، الذي حصل في حمص من الصعب أن يتكرر في أي مدينة أخرى. هناك حصار على حمص منذ أكثر من عام ونصف، محاصرة بشكل كامل، من لا يدخلها لا ماء ولا غذاء ولا دواء ولا أي شيء آخر. هناك عدد من المقاتلين وهناك عدد من المدنيين الآن كما تعرفون خرجوا إلى المناطق المحررة بيد المعارضة. أهم شيء بالنسبة لنا الآن هو أن الحفاظ على حياتهم. ليست نهاية العالم، هذه المعركة فيها كر وفر، لكن تبقى حمص لها رمزيتها، وبتصميم السوريين وبصبرهم وبثباتهم الذي عرفناه سيستعيدونها إن شاء الله. ولكن هل القضية بالنسبة لنا ليست استعادة مدينة فقط، القضية هي إنهاء هذا الصراع. حتى ولو كانت حمص كلها بيد المعارضة، لن يكون أحد آمن في هذه المدينة بسبب البراميل وبسبب الطيران وبسبب الصواريخ. إذن هناك بالنسبة لنا عاملين. العامل الأول هو أن يكون هناك سلاح فعال لردع هذه القوة وخاصة الطيران لتغيير ميزان القوى التي على الأرض. عندما يتغير ميزان القوى على الأرض يفتح المجال أمام حل سياسي حقيقي. هذه خطة المعارضة، ليست هناك معركة من أجل المعركة، ولا نريد أن يبقى
هذا الدم سائل في سوريا. نحن هدفنا الأول هو إنهاء هذا الصراع، ولكن إلى أن ينتهي هذا الصراع كيف ينتهي هذا الصراع؟ ينتهي هذا الصراع بعدة أمور، ومن ضمنها ومن أهمها هذا الشيء الذي قلته: سلاح رادع، تحييد سلاح الجو، تغيير ميزان القوى على الأرض، يفتح مجال حقيقي لحل سياسي. طبعا بالنسبة للوضع على الأرض ليس سيئا كما يتصور البعض لهذه الدرجة. نعم، رغم كل ما يحصل ورغم الأمور التي في حمص، ولكن في حوران، في دير الزور، في إدلب، في حلب، في الساحل، هناك تقدم. طبعا هذه المعركة نحن نواجه عدو غاشم تساعده إيران وحزب الله وبسلاح روسي فتاك وفعال وصامدون بعد 3 سنوات. هذا شعب جبار، السوريين، يجب أن ترفع لهم القبعة على صبرهم وثباتهم وشجاعتهم وتضحياتهم. فالأكيد أن الوضع ليس سيئا كما يتوقع البعض بالنسبة، نتكلم طبعا سيئا ليس سيئا ميدانيا، أما على الأمور الإنسانية هذه كارثة أكيد. فليس سيئا للدرجة التي في بال البعض. المعركة كر وفر، نحن بإذن الله قادرون على حسم الكثير من المعارك كما حسمناها مع تنظيم داعش الإرهابي، نستطيع أيضا أن تحسم مع النظام، لكن المعضلة الوحيدة هي تبقى سلاح الجو الذي جعل حياة السوريين كابوس. شكرا لكم. So can we wait? Yeah. There's not a mic, so we'll have to do this. If you have a question, though, I've gotten some here. شكرا سيدي الرئيس لإجابتك. هل تبقى هنا لو سمحت؟ هل تبقى إلى جانبي؟ شكرا لإجابتك سيدي. في ملاحظاتك أشرت إلى عوامل أخرى تتعلق بتعزيز موقف بشار الأسد، وهو المتطرفين، وأنت طبعا قلت أنك تختلف عن هؤلاء المتطرفين، ولكن حتى الآن هناك بعض الأصوات في المعارضة التي تدعم مثلا جبهة النصرة. فالسؤال هو كيف يمكننا نحن في أمريكا وفي العالم أن نفهم الفرق بين الإسلاميين المتطرفين والمعارضة؟ بالنسبة للتطرف، بالنسبة للقاعدة، نحن أعلننا مرارا وتكرارا أننا ضدهم، ونحن قاتلناهم، والدوائر الرسمية الغربية والأمريكية تعرف جيدا أن الائتلاف والجيش الحر، وهذا موجود رئيس الأركان العميد عبد الإله البشير، يعلمون جيدا أننا حاربنا هذا التنظيم الإرهابي القاعدي. بالنسبة للنصرة، النصرة هي لا نعترف فيها ولا نقبلها. الفكر، فكر القاعدة، نحن نرفضه بكل وضوح ولن نختبئ وراء أصبعنا. القاعدة جلبت لنا الكثير من الأجانب إلى سوريا،
نحن طالبنا مرارا وتكرارا من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم تحت الفصل السابع بخروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا. لا نريد أن يبقى أجنبي واحد في سوريا من القاعدة، من النصرة، من داعش، من حزب الله، من المرتزقة الإيرانيين، من الحرس الثوري، من الجميع. يجب أن يخرج الجميع. بالنسبة للفكر المتطرف، نحن نقول في سوريا هناك سيكون صندوق الاقتراع هو الحكم. السوريين سيقررون ماذا يريدون من خلال صندوق الاقتراع، ونحن نعرف السوريين جيدا. السوريين شعب معتدل. الآن في هذه الفترة هذه الأفكار الغريبة التي أتت على السوريين هي أفكار مرحلية. صدقوني السوريين لا يعرفون الإرهاب، والنصرة وداعش هناك فرق بينهم بالنسبة لنا. لنكون واضحين، داعش لا يقاتل النظام أبدا وهو متحالف مع النظام، والنصرة تقاتل النظام ولكنها كلهم أفكارها متطرفة، ولكن داعش أنواع أسواع القاعدة. هذا النوع السيء نحن حاربناه وقدمنا من أبنائنا مئات الشهداء في محاربته وعلى أمام الجميع، وحررنا ثلثي مناطقنا منهم. نحن في الائتلاف نرفض كل أفكار القاعدة مهما كانت، ونطلب خروج جميع الميليشيات الأجنبية من سوريا. التطرف والإرهاب عنوانان متلازمان، ونحن نرفض الاثنين. وحاربنا، نحن نتكلم من أرض صلبة، نحن حاربنا الإرهاب وحاربنا القاعدة وهذا التنظيم الداعشي الإرهابي. نحن من قام بطرده من كثير من أراضي سوريا. وأتكلم عن نفسي، أنا لم أستطع أن أذهب إلى الداخل في وجود هذه التنظيمات. لنا مصلحة وطنية قبل أن تكون مصلحة غربية، ولكن هذه مصلحة مشتركة بيننا وبين الغرب. لنا مصلحة وطنية سورية في الخلاص من هذا التطرف. عندما حررنا بلادنا من هذا التطرف استطعت أن أذهب إلى سوريا وأدخل بين الناس وأتكلم مع العالم. في وجودهم أنا مستهدف قبل الأمريكيين وقبل الأوروبيين وقبل الجميع. شكرا لكم. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. السؤال من الحضور. تكلمت عن الإيرانيين، والسؤال هو هل يجب التفاوض مع إيران للتوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية؟ أنت تكلمت طبعا بأسى عن المآسي الإنسانية في سوريا. هل هناك إمكانية للتفاوض مع الإيرانيين للتوصل إلى حلول على المستوى الإنساني فقط؟ الإيرانيين كما تعلمون هم جزء من المشكلة، وجزء أصبح الآن رئيسي من المشكلة. وعندما دعا السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إيران لحضور جنيف 2، الدعوة مشمولة بالموافقة على بنود جنيف 1 التي هي مطالبنا جميعا، وأهمها الهيئة الحاكمة الانتقالية ومن بنودها سحب الجيش إلى ثكناته وحق التظاهر السلمي وإطلاق سراح المعتقلين وغيرهم من البنود المعروفة لديكم جميعا. فعندما تريد أن تحضر إلى عملية للسلام في جنيف دولة اسمها إيران يجب أن توافق على هذه البنود، وهذا شرط ملزم لحضور جميع الدول، ولكن إيران لم
تقر ولم تقبل أن توافق على هذه البنود. إذن هي تريد استمرار الأزمة في سوريا ولا تريد لجنيف 2 أن ينجح. جنيف 2 الذي وافقنا جميعا نحن والدول الصديقة والغير صديقة أن ينجح هذا المؤتمر. رفضت إيران على لسان وزير خارجيتها أن تقبل ببنود جنيف 2. إيران لا نراها إلى الآن تريد إنهاء المشكلة، نراها إلى الآن تدعم النظام، يقاتل أبنائها على الأرض السورية. هي تعتبر عرابة لحزب الله، وهي من طلبت من حزب الله الحضور والقتال في سوريا. حزب الله ليس له مصلحة في القتال في سوريا لولا أوامر إيرانية. إذا تغير المزاج وأثبتوا حسن النوايا وطلبوا من حزب الله ومن حرسهم الثوري الانسحاب خارج سوريا، عندها نحن الشعب الإيراني شعب نحترمه وشعب عريق وصاحب حضارة، ولكن مشكلتنا مع حكام إيران، هذه مشكلتنا. بالعكس، الإيرانيين كشعب نحن نحترمهم، ولكن المشكلة مع الملالي الموجودين الذين يريدون أن يسيطروا على المنطقة. البارحة قال أحد قوادهم إن إيران أصبح لها حدود على البحر الأبيض المتوسط. هذه برسمنا جميعا نحن وأنتم ونناقشها. نحن إذا إيران حاولت أن فعلا تغير في تفكيرها، الموضوع ليس موضوع هدنة إنسانية، نحن نتكلم بشكل استراتيجي. إذا فعلا غيرت من تفكيرها ومن نمطها، وهذا ما نأمل، نأمل أن نعيش جميعا نحن العرب والأتراك والإيرانيين وجميع القوميات التي في المنطقة بشكل جيد وطيب وبيننا حسن جوار. هذا هو هدفنا. إذا غيروا نحن لسنا مغلقين ودائما نرحب بأي مبادرات سلمية. شكرا. شكرا سيدي الرئيس. كثيرون هنا يطرحون سؤالا حول وجودك في واشنطن، ستزور وزارة الخارجية والبيت الأبيض والرئيس أوباما، ما الذي تريده تحديدا من أمريكا؟ ما الذي تريد أن تفعل أو لا تفعل أمريكا فيما يتعلق بالصراع السوري؟ هل تحتاجون إلى تمويل، إلى سلاح، إلى قوات، إلى طائرات من دون طيار؟ هل هي محاولة لاستئناف مفاوضات جنيف مجددا؟ ما هي تحديدا الأمور التي تطلبها من أمريكا لمساعدتكم؟ نحن لا نريد من أمريكا ولا من الغرب ولا من الشرق أن يرسلوا أبنائهم إلى بلادنا. لا نريد أن يقتل الأمريكيين كما قتلوا في أفغانستان والعراق، أو أن يتعرضوا لإرهاب. ليس هذا طلبنا، ولم نطلب هذا، ولم نطلب أن البارجات الأمريكية أن تأتي إلى بحارنا. نحن نقدر لأمريكا دورها في دعمنا سياسيا وفي جميع المجالات وفي مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، وكانت دائما معنا في أي قرار في مجلس الأمن. كان هذا أمام صد وفيتو روسي متكرر. نحن بالنسبة لنا نقدر هذا على المستوى الإغاثي والإنساني. طبعا الولايات المتحدة قدمت الكثير وهي مشكورة، ونحن نأمل دائما منهم أن يزيدوا هذا. أما بالنسبة للموضوع الذي ذكرت وموضوع السؤال، نحن لا نريد من الولايات المتحدة إلا موضوع الطيران وموضوع هذه البراميل التي أقلقنا وجعل حياتنا كابوسا. أيها السيدات والسادة، نريد سلاح لتحييد
سلاح الجو. ونتعهد ونحن على استعداد، ويعرف أصدقائنا الأمريكيين أننا لنا علاقة في الأرض بهذا الموضوع بشكل قوي، ونتعهد لا نريد سلاح كثير، لا نريد سلاح فوضوي، نريد سلاح قليل ولكن يكون فعال ويكون موجود في أمام الأيدي التي نقدرها ونحترمها ونعرفها وهي حرفية ومهنية. هذا هو طلبنا. طلبنا سياسيا طبعا أن نفتح مجال آخر أمام حل سياسي، ليست هناك معركة من أجل معركة، لا نريد أن تبقى هذه الحرب دائرة، يجب أن نعمل جميعا على أن الهيئة الحاكمة الانتقالية هي موضوع الرئيسي في مبادرة جنيف 1 و2، هذا هو الذي يؤمن للبلد الاستقرار مع رحيل بشار، هذين هما العاملين الذين نعول على الولايات المتحدة في الضغط في هذا الاتجاه. شكرا. شكرا سيدي الرئيس. لدينا حضور من خلفيات مختلفة. هناك سؤال حول القطاع الخاص ودوره في سوريا الحرة، ماذا يستطيع المجتمع الدولي التجاري أن تجمع الطوائف المختلفة سويا وتحقق تقدما اقتصاديا في سوريا؟ القدوم إلى الميكروفون للجواب على هذا السؤال والآخر اللي بعده. السؤال هو حول المجتمع الدولي التجاري، الشركات التجارية، هل يستطيع هذه الشركات أن تفعل شيئا لتقلل من الصراع وتمهد الساحة نحو تقدما اقتصاديا وحل في سوريا؟ اليوم في سوريا هي مشكلة وقف الحرب، وقف قتل وتدمير، قتل الناس وتدمير البلاد. هناك واقع أن القسم الأكبر من البنية التحتية في سوريا قد تم تدميره، 63% من بيوت السكان تم تدميرها، أكثر من ثلثي الشعب السوري مقتلع اليوم من بيوته، من حياته الاقتصادية، من أماكن عمله، من قدرته على إنتاج حياته المادية. و القسم الذي يخضع للسلطة هو يعاني بدوره الكثير من الغلاء، من الفساد، من الاحتكار، من المنظمات التي يقال أنها منظمات أمنية نحن نسميها الشبيحة، والتي تفرض على الناس أتاوات وتنهب الناس وتدخل إلى بيوتها وإلى آخره. الأولوية اليوم هي لوقف القتال، لإعادة تأهيل المناطق التي تم تدميرها، كي يستطيع قسم من السكان السوريين الذين غادروا وطنهم من العودة إلى بلادهم، إلى بيوتهم، إلى عملهم، إنتاج رزقهم، العيش كما يعيش الناس بأحوال طبيعية. أما بالنسبة للمستقبل فإن سوريا ستكون دولة مفتوحة للنشاط الاقتصادي الحر، ستكون بلداً يرحب بكل أنواع المساعدات التي ستأتي إليه، لأن حجم الدمار الموجود اليوم يحتاج إلى جهود دولية كبيرة كي نستعيد سوريا إلى ما كانت عليه، بلد كان مزدهر نسبيا، شعبه نشيط عامل إلى آخره. سوريا المستقبل لن تكون دولة مغلقة لا سياسيا ولا ثقافيا ولا اقتصاديا، ستكون دولة مفتوحة على الاقتصاد العالمي، ستكون دولة تلعب دورة في المنطقة السلمي والآمن، وستكون دولة كدولة حريات مفتوحة على الفكر العالمي، على الثقافة العالمية، وستلعب دورة في هذا المجال. شكرا. شكرا سيد كيلو. لدينا وقت للسؤال واحد فقط السيد الرئيس، ونحن وأنتم تطلعون إلى المستقبل، كثير
وضعوا سيناريو يرون فيه تقسيم سوريا. هناك العمود الفقري، هناك القسم الشرقي، هل يمكن تجنب هذا؟ وما هي رؤيتك للمستقبل فيما يتعلق بهذا التقسيم أو عدم التقسيم؟ إذا كان التقسيم سيقوم لأن هناك في سوريا مكونات إثنية ومذهبية متباينة، فالتقسيم لن يقوم لأن هذه المكونات موجودة منذ آلاف السنين في سوريا، وقد كانت متعايشة، وهي التي بنت بعد خروج سوريا من الإمبراطورية العثمانية الدولة السورية الحديثة، التي كانت دولة مواطنة وحريات، والتي تأثرت كثيرا في دستورها بالكود نابليون، بالدساتير النابليونية، وبنت كيانا على ثقافة منفتحة، ثقافة إذا شئتم قريبة جدا من الثقافة التي كان تنشرها الثورة الفرنسية في العالم في حينه. سوريا تخاض المعركة فيها الآن، النظام يقاتل في كل مكان، وهو يريد استعادة البلد كما كانت قبل ثورة 15 آذار سنة 2011، قبل الثورة. فإذا تمكن من استعادتها فإنه لن يكون بحاجة إلى التقسيم، وإذا لم يتمكن من استعادتها وهزم عسكريا فهو لن يكون قادرا على إنجاز التقسيم. أما بالنسبة لنا نحن كمعارضة، فنحن نريد الديمقراطية في بلادنا كي تقوي دولتنا ومجتمعنا. الثورة قامت وهي تقول الحرية للشعب السوري الواحد وليس لبلد مقسم، وليس هناك في سوريا، على الأقل على مستوى المعارضة وعلى مستوى الحامل الاجتماعي للثورة، الجماهير الكبيرة، أي ميل إلى التقسيم وأي تفكير جدي بالتقسيم. لمعلوماتكم، عام 1925 قسم الفرنسيون سوريا إلى خمس دول، إحداها كانت دولة علوية في الساحل. هذه الدولة أحبطها وحال دون استمرارها العلويون أنفسهم، الذين كتبوا في حينه أشعارا يتغنون فيها بوطنهم السوري، وناضلوا وقاتلوا من أجل وطنهم السوري، وشاركوا في بناء الدولة السورية الحديثة. إذا كان الأسد يريد أن يقسم، فالعلويون في أغلبيتهم الساحقة ضد التقسيم، هم مع دولة واحدة شأن بقية السوريين. شكرا لكم. كيلو، ثانك يو. شكرا سيد كيلو. السيد الرئيس، أود أن أشكرك على قضاء هذا الوقت معنا وعلى التعبير عن آراء المعارضة السورية في وقت أزمة إنسانية لا تحترم حياة البشر، وأمامكم تحديات سياسية، وكنا مسرورين لإعطائكم الفرصة للحديث إلى العالم الشعب الأمريكي من خلالنا هنا. من فضلكم أشكرهم.